معي من إدلب إبراهيم الإدلبي المستشار الإعلامي لفصائل جيش الحر في الشمال السوري. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد إبراهيم. انطلاقا من هذا التقرير ومن الإساءات التي قامت بها جبهة النصرة بحق السوريين، لو تضعنا في تفاصيل ما يحدث، خاصة ما ذكرناه قبل التقرير في عن معرة النعمان والاشتباكات التي حدثت وما ادعته جبهة النصرة، إذا أمكن معرفة تفاصيل إضافية من حضرتك. مساء النور أمس لك ولجميع المشاهدين. طبعا بداية، كما تعودنا من تنظيم جبهة النصرة، وهو الهجوم على فصائل الجيش السوري الحر التي تكسب قاعدة شعبية في الشمال السوري من خلال دعمها للحراك السلمي في شمال سوريا كالمظاهرات، أو من خلال دعمها للشعب بتأمين الموارد التي يحتاجها. قام جبهة النصرة ببداية الأمر بإصدار بيان تقول فيه أن فصائل الفرقة الثالثة عشر أو عناصر من الفرقة الثالثة عشر قاموا بالهجوم على مقراتها في مدينة معرة النعمان واعتقال من كان في هذه المقرات، وإضافة إلى الهجوم على منازل عناصر أو عناصر جبهة النصرة. طبعا في بداية الأمر نريد أن نوضح أن داخل مدينة معرة النعمان لا يوجد مقرات لجبهة النصرة أولا، وثانيا الفرقة الثالثة عشر لم تقوم بأي هجوم على فصائل أو على مقرات جبهة النصرة في خارج المدينة حتى أيضا، لأن الفرقة الثالثة عشر التابعة للجيش السوري الحر تقوم بتغطية خطوط الجبهات المتواجدة عليها في ريف حماة، في ريف اللاذقية، إضافة إلى ريف حلب. استغلت جبهة النصرة هذا الانشغال في هذه المعارك وقامت بتحريك أرتالها من قاطع جبل الزاوية، من حماة. طبعا وخير دليل على التنسيق لهذه المعركة والتخطيط لها منذ فترة هي الاستراتيجية التي اتبعتها في المعركة من خلال تقطيع الأوصال وقطع الطرقات وقطع الإمداد ما بين أنوية الفرقة الثالثة عشر المتواجدة في عدة مناطق من ريف إدلب، إن كان في الريف الجنوبي أو حتى الريف الشرقي ومركز ثقلها في مدينة معرة النعمان، وعناصرها التي تقاتل على ريف حلب. بداية الأمر بدأت بالريف الجنوبي حيث هاجمت مقرات الفرقة المتواجدة في خان شيخون على خط من خط الاشتباك مع قوات النظام بمنطقة ريف حماة الشمالي. طبعا انتقلت إلى منطقة الغدفة وهي المقر الثاني والذي تم وضعه من أجل إمداد لقوات الفرقة الثالثة عشر على خطوط جبهة النظام، وقامت بالاشتباك معهم لمدة أكثر من ساعتين. بنهاية المطاف تمكنت جبهة النصرة للأسف من السيطرة على هذا المقر واعتقال تسعة من عناصره، إضافة إلى قائد اللواء المتواجد داخل هذا المقر الذي كان هو كما ذكرت هي نقطة إمداد لنقاط الرباط بريف حماة الشمالي. طبعا بنفس الوقت انتقلت معركة أخرى إلى داخل مدينة معرة النعمان بعد أن تم تطويقها بشكل كامل من عدة محاور، محور أكثر روما، محور جبالة، إضافة إلى الاستيراد الدولي بمساندة من فصيل تنظيم القاعدة الآخر وهو جنت الأقصى. طبعا دارت الاشتباكات داخل المدينة لمدة ست ساعات متواصلة، كانت عناصر الفرقة الثالثة عشر ترفض رفضا قاطعا تسليم مقراتها لجبهة النصرة والخروج خارج المدينة، لأن أهالي مدينة معرة النعمان هم من طالبوا ببقاء الفصيل الفرقة الثالثة عشر داخل المدينة من أجل طبعا حمايتهم أو وجود الأمن والأمان داخل المدينة. صحيح، طلبتم يعني تم طلب منهم أيضا بتظاهرات ليلية لمنع جبهة النصرة من اقتحام المدينة. نحن لم نطلب من المدنيين الخروج بمظاهرات ليلية من أجل هو رئيس المحكمة الشرعية للفرقة أحمد علوان. أحمد علوان هو رئيس المحكمة الشرعية في مدينة معرة النعمان وليس للفرقة الثالثة عشر للتوضيح. المحكمة الشرعية هي من طالبت من المدنيين الخروج من أجل مؤازرة الفرقة الثالثة عشر كرد للدين الذي أو للواجب الذي نقدمه كجيش حر للمدنيين، وخصوصا في مدينة معرة النعمان التي تعتبر مركز ثقل كبير جدا للمدنيين من أصل المدينة والنازحين إلى داخل المدينة من خلال تأمين مستلزمات حياة الأولية وتأمين الأمن والأمان داخل المدينة والطرقات وغيرها ومنع الاعتقالات العشوائية في داخل المدينة. لذلك المدنيين هم من بادروا بالمظاهرة، ولكن نحن لم نطلب منهم، ونحن نرفض إشراك المدنيين في هكذا حرب ضد تنظيم لا يأبه لدماء السوريين، ونخشى على المدنيين بالخروج في مظاهرة ضد هذا التنظيم ويتم إطلاق الرصاص الحي عليهم. لذلك نحن بداية لم نطلب منهم الخروج في مظاهرة، هم عبروا عن امتنانهم. طيب، وبعد اقتحام جبهة النصرة لخان شيخون، المقر الفرقة الثالثة عشر بخان شيخون، تم إخلاء المقرات حتى هذه اللحظة؟ نعم، رفتي كان هناك على القيادة العسكرية بالفرقة أن تقوم باتخاذ موقف من الموقفين، إما أن تقوم بسحب
عناصرها من خطوط جبهات قوات النظام وداعش من أجل العودة وحماية مقراتها، وهكذا ستكون هناك إحدى الثغرات قد فتحت للنظام وداعش من أجل التقدم في ريف حلب أو حتى في ريف حماة. لذلك ارتأت الفرقة عدم إراقة الدماء والانسحاب من هذه المقرات والتوجه إلى خطوط الجبهات حتى لا نكون نحن صغرة ونقطة ضعف يتقدم منها النظام وتنظيم داعش على المناطق المحررة. أنا أشكرك جزيلا من إدلب، إبراهيم الإدلبي المستشار الإعلامي لفصائل جيش الحر في الشمال السوري.